السلام عليكم خوتي، كي راكم دايرين؟ صافا شويه غايه لاباس، نتمنى ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير. بو خوتي نشكركم على التواصل تاعكم اللي كنتم تواصلوا فيه معنا وعلى الدعم تاعكم، بارك الله فيكم خوتي. الناس اللي سقسات علينا خوتي راه ما عطينا اندار في القناه تاعنا، مانيش عارف علاه، ما نجمش ننشر خوتي، باقي لي 3 جور باش نقد ننشر خوتي، كان باقي لي نورمالمون باقي اليوم لو 27 نجمو نبداو ننشرو. بون خوتي اللي راه يسقسي فيا شكون هذا اللي راه واقف؟ هذا سمير اللي راني داير اسمه. السلام عليكم، مرحبا بكم. اللي راني داير اسمه في الفيسبوك خوتي، هذا ولدي سمير. بون خوتي جبت لكم اليوم اخبار فري ماشي شباب على الكورونا هذه خوتي، والله مانيش عارف ما بغاتش قاعده تطلقنا خوتي، عاودت ولات في اوروبا، ولات اضعاف مضاعفه من الخطره الاولى على هذا الاتحاد الاوروبي خوتي. بدا يقلع بعض البلدان قلعهم من القائمه، من القائمه تاع البلدان اللي كندير لهم بلدان امنه قلعهم خوتي. وحنا اللي همنا خوتي تهمنا اسبانيا وفرنسا. اسبانيا خوتي داروا اعلنوا حاله الطوارئ في اقاليم اسبانيا، والبروبليم خوتي ما علنوهاش كيما نقولوا حنايا، كيما حنا كانوا يعلنوها بالشهر، يعاود كل شهر يعاود يقول لك بلي زادوا، كل شهر يقول لك بلي زادوا. لا خوتي، في اسبانيا داروا حاله طوارئ 6 mois ديريكت خوتي، تما باينه بلي الحاله راها مطوله خوتي، وما داروش غير ما علنوش غير حاله الطوارئ وحبسوا خوتي، لا علنوا حاله الطوارئ وزادوا، داروا في الاماكن العامه اللي ما يفوتوش 6 اشخاص. تدخل انا ما لعباليش بونكا، تدخل قهوه، تدخل مين اللي ما يتلاقاوش فوق 6 اشخاص، اذا تلاقاو فوق 6 اشخاص راح يتعرضوا الى مخالفه. بون خوتي وزادوا رجعوا لهم الحجر المنزلي خوتي، الحجر حنا اللي كنا نزعقوا عليه ونقولوا كيفاش يديروه من 6 لل 11، عاودوا داروا لهم خوتي هما حجر منزلي، داروا لهم في اسبانيا خوتي في الاقاليم تاع بعض الاقاليم تاع اسبانيا، عم داير لهم من 11 تاع الليل ل 6 تاع العشيه، داروا لهم من 11 تاع الليل ل 6 تاع العشيه. بون اش داروا ثاني؟ عطاو الصلاحيات للاقاليم خوتي، اي اقليم يبغي يمنع السفر يمنع السفر، استاذيرك في اقليم الباسك بغيت تروح للكاتالون ولا كاتالونيا ولا ما تنجمش تروح خوتي، اذا قالوا لك ممنوع من السفر ما تنجمش تروح، منعوها هذه ثاني خوتي. بون هاد الاجراءات خوتي يدلوا على شيء، يدلوا بلي الدعوه راهي رايحه تتزير، وللاسف ما غاديش يحلوا حنا عندنا هاد الايامات. بون فرنسا ثاني خوتي، فرنسا زادوا مدوا حاله الطوارئ حتى ل 16 فيفري، بزاف خوتي والله لا بزاف، حتى 16 فيفري تما والله خوتي، مانيش باغي نطيح لكم من المورال وكاع، بصح شوالا خوتي 2020 هي وراها في الشك خوتي، صرنا واحد الخبر قالك 2020 هي وراها في الشك، مي حنا رانا عندنا خبر تاع هذاك اللقاح قالك مانيش عارف ما عنديش لادات وينتا، قيل في ماي ولا ما لعباليش قالوا بلي غادي يخرج هذاك اللقاح، حنا نتمنوا ان شاء الله الا خرج هذا اللقاح ان شاء الله يكون فال تاع خير ان شاء الله، وكاع الدول تستفاد منه، باسكو الا خرج هذا اللقاح انا على حسب المعلومات اللي عندي وكاع، الا خرج اللقاح راح يكون فتح في اقرب وقت، في اقرب وقت راح يكون فتح، مي دروك لا غالب خوتي، ما شكيتش بلي غادي يحلوا هذا الوقت، الناس اللي راهي تحوس تاع الحل ما شكيتش بلي غادي يحلوا هذا الوقت، وكما درنا لكم خطره اللي فاتت خوتي راه كاين دروك بوغ لو مومون اللي راه كاين تاع التاشيره تاع الدراسيه، راني درت لكم تاع اليونان خوتي ساهله، وراني وريت لكم ليكزومبل واحد مشترك معانا دار له خويا مالك تاع شلف، دار له وراه دا التاشيره تاعه في عصر الكورونا، في وقت الكورونا دا التاشيره خوتي. على هذه خوتي اللي راه مقلق ولا يحوس يروح ولا ما عليه غير يولي للتاشيره الدراسيه، وممكن يعطوا له بزاف، وكما فهمتكم خوتي خطره اللي فاتت في الفيديو، للاسف خوتي الفيديو راني منزله في 3 جور لكن ما بغاش يفوت لي باسكو راه عندي اندير، والله ما عرفت خوتي كي ندخل في الاندير ما نتلاقاش، بصح الفيديو ما طلعليش، ما عنديش انديرات في اليوتيوب ما طلعليش، عندي اندير في الفيسبوك سينيالوني، مانيش عارف شكون هادو اللي سينيالوني، ربي يهديهم ان شاء الله، على بها ما رانيش نقدر خوتي، فكرت صحاب الفيسبوك خوتي والمشتركين تاعنا في الفيسبوك ما راناش نقدروا نكومونتوكم، ما راناش نقدروا نردوا عليكم خوتي، ماشي راني نتكبر عليكم لا غالب، راني مسيسبوندي خوتي لا غالب، ما نجمش نرد عليكم خوتي. على هذه خوتي نتمنى ان شاء الله الفيديو هذا تبارطاجوه باش الناس دير حسابها اللي راه ناوي يروح ولا الله غالب خوتي، الحاله راه تزيد تطول، والله انا ما كنتش باغي ندير هذا الفيديو، ما كنتش باغي نطيح لكم ولا، بصح لا غالب خوتي قادروا غير الفيزا تاع الدراسيه باسكو ما عندناش حل واحد اخر. بون خوتي اللي راه جديد ماذا به يدير ابوني، واللي راه مشترك معانا يدير جيم كومونتير، انا ما فهمتوش كاش حاجه ولا خوتي، مرحبا بكم، سلام عليكم.